من حقك تنجحي من غير ما تتعرضي لأي تمييز في شغلك لأنك امرأة. من حقك تلاقي الدولة ومؤسساتها بتدعم طموحك وتمهد لك الطريق للقمة طالما تستحقي. ممنوع على أي حد كسرك أو تحجيم حلمك أو الوقوف قدام خطواتك. لك حقوق مكفولة بقوة القانون في شغلك، اوعي أي حد يساومك عليها. لو عندك أي استفسار أو شكوى كلمينا على 15115، هنقدم لك الدعم القانوني والنفسي اللازم. مكتب شكاوى المرأة، احنا معاكي.